على كل حال ننتقل إلى قضية أخرى، موضوع آخر، نقطة أخرى. القناة الإسرائيلية التلفزيونية العاشرة بتقول السلطة حذرتنا، حزازير رمضان، لا، حذرتنا أن موجة طعن بالسكاكين قادمة. تيك كير يا خواجة، خذوا حذركم، إني أحذركم وأنبهكم وأوقظكم، سلامتكم في عيني، أنتوا غاليين علي. والله وخلي بالكم هناك اقتحامات للمستوطنات قادمة يا إخواننا اليهود، خذوا حذركم جزاكم الله وجزى الله السلطة عن إسرائيل شر ما جزى خائنا عن وطنه وأمته وقومه وشعبه. مش معقول القناة تفضحكم، القناة العاشرة المنظمة، السلطة حذرتنا من موج الطعن بالسكاكين. ما حدش في السلطة قال يا كذابين يا ولادي الايه تتخلع عينه، قال له عمو هاي وثائقكم تكذبكم، قولوا ايوه احنا حذرنا اسرائيل، قولوا احنا شغالين حراس لاسرائيل، وتنكر لي وتنكر لي، ما دام انت شغال ناطور بتنكر لي عمو ما الوثائق عم تطلع اولا باول يا حبه عيني يا ابويا. على كل حال